اسمه ونصيب. هذا البرنامج هذا اللي راح يتم عرضه في احد القنوات الخاصه الجزائريه يعتبر برنامج غير اخلاقي بامتياز، لانه مبني على اسس هشه والمبادئ نتاعو محرمه دينيا. الكونسيبت تاعو بصفه عامه هو انهم يجيبوا بعض الشابات والشباب يعيشون في دار واحده تحت سقف واحد، واذا حصل نصيب بين اثنين يزوجوهم ولا يتزوجوا. المشكل انه هذا الشباب والشابات مسلمين، ولكن للاسف بالاسم فقط لا علينا. هذا النوع من البرامج اذا تم عرضه عندنا راح تكون النتائج والعواقب وخيمه جدا. اذا راح تكملوا تتقبلوا كل ما يملى عليكم راح توصلوا الى ما لا يحمد عقباه. على واش؟ لانه هذا النوع من البرامج عمل وصنع خصيصا لضرب الدين والعقيدة الإسلامية عرض الحائط. كان على بالنا باللي إذا تم المساس بالدين ستهدم الأسر المحافظة، إذا هدمت الأسر المحافظة سيهدم المجتمع، هيتفشل الفساد، الفسق، المناكر، الموبقات. إذا مثلا أنت أيها الأب ولا أيها الأخ ولا أنت أيتها الأم، في يوم من الأيام جات بنتك تتمشى مع صديقها أمام مرأة الجميع، ما تستغربوش، لأنه هذا النوع من البرامج كما قلت داروه خصيصا باش يوجدوكم ويحضروكم نفسيا إنكم تتقبلوا الشهادة وتتقبلوا ما أكثر منه. ولهذا القرار راه بيديكم، إما ترفضوا تصمدوا وتنددوا بمنع عرض مثل هذه البرامج على شاشاتنا، وإما أن تتقبلوا واقعكم المرير. والسلام عليكم.